FM. الكلمة ليك. بالنسبة كارتاج والله العروض كل عجبني، عروض هائلة برشا بهيل. كيف حمامات أثناء العروض بهيل، فما متجمش تقول فما عباد ما علاش يعطوا مهرجانات، فما عباد اللي خدمت دونك خذوا مهرجانات وخدموا. وكل الفنان يعمل عرض ويجيب جمهور عندي أنا هو ناجح مهما يغني باهي ولا خايب. ثم دي زارتيكل هابتون بكري شوية حكاوا معنا بعض المختصين قالوا انه الحضور الجماهيري لا يقيم ولا معناها ما يقولش اللي هو العرض نجح، معناها ماهوش مقياس لنجاح العرض، على عكس بعض العوامل الاخرى. فايدة تجم تقدم عرض ممتاز جدا وكله طرب وما يدخلك حتى حد، الجمهور الحقيقة هو النجاح. والفنان يغني يفركس في حب الجمهور، إذا جاوك معناها يحبوك. نحكيو اليوم على الفن الشعبي، علاش ما ثماش السنة في المهرجانات الصيفية وحتى العام اللي فات، يعني ما عادش نراو يعني الفنانين الشعبيين كيما سمير لوسيف كيما برشا ناس. تحرقوا الحقيقة. ما معنى تحرقوا بالضبط؟ يعني تشوف فنان الحقيقة تو غلطة غلطها، ومن هنا مثلا غلطات بتاع فنانين. كي تشوف أنت وليد التونسي مثلا مع تحل سبادة نقص، كان يخرج لك من سبادة نهار كل في الحوار التونسي، في حوار تونسي في دونك العباد بالحق. لكن وليد يخدم على روح، عنده أغاني ضاربة وموجودة في الإذاعات. عنده أغاني ضاربة باهي، وينو سنة وينو مو ضرب الضربة دكا وعادي زي قلش تضرب. إيه يمكن هو عامل بوز باش يخرج أغاني جدد، خاطر راهو اللي يوصل للقمة لازم خدمة برشا باش يقعد فيها. اللي يوصل للقمة لازم يحافظ على القمة، دونك لازم يدوزي يدوزي باش يبدا طالع يقرمبي بشوية بشوية، خير ما يطلع ينقز فيه ساعة يقعد في القمة ما يلو كان باش يعمل. جات فترة بتاع فن الشعبي يضرب، يعني انت حسب تعبيرك توا الفن الشعبي ما عادش عنده قيمة كبيرة. بشقعد في الفروحات، بشقعد في الفروحات والعروسات تقليدية مع حاجة. اوكي طيب الفن الشعبي يجي يتغنى بطريقة أخرى، يعني هذي قاعدين يعملوا فيها كترفية من الناس كل يغنيوا في النوب على أوركستر وجو غربي وكليكا، ويدخل النوب ودربوكا وبندير وهكا زعمة جيتار باس وجيتار سولو وبيانو، معناها يضخموها شوية خاطر ديما الكلمة الشعبية راهي توصل للشعب. شو ناقص الفن الشعبي اليوم في تونس؟ الفن الشعبي راهو بيوس القلب. علاش نفسر لك؟ على خاطرية العوادة، العوادة الروبة بتاع العروسة مكرية والصالة مكرية وكل شيء مكري. لكن الربوخات يتعاملوا في الديار، دونك كل شيء تلقاه بأصله، تلقاه على حالته، ما فما حتى شيء مزيف. والكلمة الشعبية راهو ما يقولها إلا اللي خارجة من قلبه. فما برشا عباد ما تعرفش تكتب شعر وما تعرفش تغني، لكن يحس فيك الوجيعة اللي هي في قلبك وأنت قلتها، يحسها هو تقولش عليها هو قالها، دونك باش يجيك يسمعك يفرح يعرف شو معناها الحكاية. على ذاك الفن الشعبي قاعد ناجح. وإحنا في الوتارية الملحنين اللي كانوا صاي وصلوا لمرحلة اللي هم ما عادش يجموا يعطيوا حتى شيء. هذه أزمة في الأغنية التونسية، أزمة كبيرة برشا. علاش قلت لك أنا قاعد ننتظر بالكش تطلع جينيراسيون جديدة، خاطر تو اللي لحنوا كلهم يلحنوا في المزود، وحتى غنية مزود يحبوا يردوها عوادة. ما تجمش غنية مزود تولي عوادة، راهي العوادة عوادة والمزود مزود. كان يحطوا قدامك ورقة نتاع مشروع الخروج من أزمة الأغنية التونسية باش تبدا، أفكار نتاع فايد بشير؟ انا لازم ساعه يتلموا الناس كل. شكون هم الناس الكل؟ الناس كل، الموسيقيين الكل، ديك الملحنين الموزعين، هم يتلموا والشعراء يشوفوا الازمه شنو وين الداء. ثم مشاكل حتى في الشعر هو بيدو، والشعراء عندنا شعراء. المشكله تو ثم شعر يبيع الاغنيه لزوز فنانين. صديقي نفسر لك حاجه بابا، ريتو تو احنا جينيراسيون الوليدات الصغار اللي يقراوا في المكتب ما يعرفش يكتب مطلب لا بالسوري لا بالعربي، كيفاش تحبوا يفهم شعر؟ احنا الازمه بتاعنا مشكلتنا راهي مربوطه ببعضها كلها، مش كان ازمه ثقافيه كهو، راهي كلها تويك يلوج لك في الكلمه السهله والكلمه البليده باش يتمقعر بها. خاطر الله غالب اللي قاعدين نشوفوا شباب يزمو تاثير لما عندنا شباب ناجح زاده بيان سور، الشباب ناجح ثم جروبات بتاع موسيقى توا ناجحين ولقيناهم حتى في مهرجانات كبيره. اي كيما يوما مثلا يوما المغرمين انا كلمك حاجه، انا فما مشروع ممكن
أغنية على نابل ملحنتها بنية عمرها 14 سنة. البارح أنا وبوها سمعني الأغنية عجبتني, وهي الفكرة هذه أنا نبحث عليها ونجري, خاطر كانت فما أغنية قديمة كان وقت يجيوا اليهود نابل يقعدوا فما قاوة مسلم يبدأوا بعد ما القاعدة بتاعهم وكل شيخة بتاعهم كان يتقابلوا البارح حيين راو جورنو شيخ العفريت يتقابلوا في القفلة يغنوا أغنية يقولوا غنوا غنوا زيد غنوا على نابل غنوا قهوة مسلمة نتلموا في نسيمة نشموا يا والله خلعة مع الجامعة قهوة مسلمة نتلموا في نسيمة نشموا. أنا بدلت لفعض قهوة مسلمة اللي تقولوا طريق الجرة, بما أن طريق الجرة غاديك العباد كل تتلم غادي البنية أخذت الكلمة هذيك خاطر معروفة الكلمات هذوما خاطر صابر بن حفصة عنده خذت الكلمة هذيك وبنات وعملت هي بيدها عملت الشعر وعملت لحن ممتاز جدا وممكن معناها تجي عليها هي نخدموها باش واسمها يزم يتحط قبل الناس كل. لو فردنا فؤاد بشيخ ما لقاش حظه ممكن السنة في الفن, هل انك تخمم يوما ما منعرفش انك تستقطب جنراسيون معينة انك تربيهم على الفن الشعبي, ممكن تلحن ممكن تكتب ممكن توزع ممكن تنتج؟ انا عندي مشروع قدمته الحقيقة قدمته سيد الوالي, وبالمناسبة دي نحب نقول راه سيد الوالي بالحق قاعد يعاون ويدعم في الثقافة في نابل. المشروع اللي نحب نعمله نحب نعمل نخبة بتاع عازفين ونحب نلموا التراث تاع الوطن القبلي, نشوفوا الفنانين الموجودين وقت التراث هذا كي تخدم توزيع جديد يتهذب في الكلمات وتقع تبادل ثقافي بين الولايات. الفرقة هذيك وكل الموسيقى هذيك تمشي للولايات الكليكة كما الولايات الأخرين الكليكة إن شاء الله يعملوا كما الفكرة هذه, هذو ما يجيونا وإحنا نمشيوا لهم ويقع تبادل ثقافي بين الجهات, العباد كل تقرب وتعرف ثقافة بعضها وتولي حكاية محلة. لكن هنا هل هي وعود فقط من عند الوالي وإلا باش يطبق على أرض الواقع؟ هي مش كاستيون, الوالي موافق والفكرة أنا عطيت الفكرة وأنا محضر كل شيء, ونهار تلي عمل اجتماع مع الوالي أنا أنا غايبون. كيفاش؟ أنا الفكرة أنا صاحب الفكرة أي. وأنا التراث عندي أي. والفرقة عندي وطرحت الفكرة, كي طرحت الفكرة سي ناصر صموت ورشيد يداس وبلغي الصيادي مشاو هما قابلوا الوالي وأنا ما حضرتش وقت, هي فكرتي أنا وكل شيء عندي أنا. أنت ما حضرتش خاطر غبت ولا أنت ما حضرتش خاطر ما خلوكش تحضر؟ ما علمونيش جملة, ما علمونيش جملة اللي فما اجتماع وما قالوا ليش ما استدعونيش مشاو حدهم وكاو ولعبوا اللعبة. قداش فقيتهم قويين كان في حاجة بركة, قداش تكلفة قالوا كلفوا له 280 مليون باش تعمل المشروع هذا بين برايف كليك, هو ما يعرفوا حتى عازف ما يعرفوش التراث شنو هو ما عاشوش في نابل جملة. أنا كان باش يجي ويجي زيارة ونيارة برشا أسماء سميتهم حتى من أول الانترفيو الفنان راهو أصحابي وراني كنت نتكلم قدامهم نتكلم كيرا قدام نقول راهو أنا جبت المشروع وأنا الفكرة فكرتي كيفاش تمشي وما تقولوا ليش دونك هنا اش معنى هني مبيتة فاش تحبوا زعمة وين باش توصلوا ما عندكم وين توصلوا التراث اللي بيه الفايدة عندي انا حاسب ونعرف فين نمشي ونعرف وين نخفوا. علاش المشاكل هذه صايرة مع فوات؟ على خاطر ما يحبوش الخير هما ما يحبوش يا ودي نحبوا, علاش ما نعملوش لحمة مع بعضنا يا ودي كانوا ولينا نحبوا بعضنا الناس كل هاتوا ترى قداش نقدموا اما احنا كل واحد يجبد روحه ممكن ظروفه خاطر كل واحد ظروفه كيفنية ولا يولي هو يخمم كان في روحه وكو. عندنا الأنانية وحب الذات وكو. ثم حاجات عملتهم او معناتها تلوم فيهم روحك؟ اكثر حاجه اللي فيها روحي لينا الفن ذي تبعته وضيعت فيه وقتي وخسرت عمري في جرته, اكثر حاجه ندم عليها في حياتي خاطر انا ملي عمري 12 سنه حياتي كامله مسخره للفن قلت روحي ما ربحت منه حتى شيء, حتى كي خذيت جائزه الاولى جاي الجمهور في مرجان الاغنيه هذاك زاد حاش لي سقيه قال لك السيد ذي يعرف يغني برا حجم له اون برانسيب نسانسين كيف واحد ياخذ جائزه الاولى في مرجان الاغنيه وما يخدم 20 مهرجان, انا عامتها ما خدمت حتى مهرجان ما عطاني حتى مهرجان. لكن الغنية وصيت أم نسمعها عند برشا عباد يغنيوا فيها. وصيت أم هي أكثر أغنية تعدت في الراديو في التلفز, أكثر أغنية ولتو ما ماتتش من 2006 لتو هي أكثر أغنية تعدت في التلفز وفي الراديو, لكن تشوف على اليوتيوب ولا حاجة ما تلقاهاش مثلا فيهاش برشا موكود فيو. نسمع منها شوية تو في اللايف من عندك؟ بربي قبل كل شيء نحب خاطر قاعدة ياسر نحكي كبي والحكاية مخيبة في في الصيف والعباد مروحين شيخينا اللي كان في البحر واللي كان فما أخت عزيزة غالية
هي اختي فاطمة واخويا عبد الكريم المزوخي. عايت المزوخي نحب نقول لهم ربي كل عام هم حيين بخير، اختي فاطمة واخويا عبد الكريم واخويا مجيد، هم يعيشوا في بلجيكا ويحبوا تونس برشا. تحية لهم، تحية كبيرة برشا ليهم، ان شاء الله كل عام حيين بخير. بلا شو سمعنا شوية تو في اللايف، سمعنا شوية شوية، خلينا نرجعوك شوية هكا. تحب نسمع وصية ام لايف خير؟ اي اي خذ راحتك تفضلي. خذ النصايح مني وتبع وصيتي يا ولدي وهني، نحبك على خوتك صغار تهني، إذا غبت راك انت كبير العيلة، وإذا نمشي وخاطري متهني، خلفت ذوي في المحل فتيلة يا ولادي، هراوي بحليبي هجسمي ونصيبي، أولادي هراوي بحليبي هجسمي ونصيبي، على قد ما ربيت على قد شعري وشيبي، نوصيك من جور الزمن من ظلم الزمن، نوصيك راجل في المحن صابر في المحن، كانك صحيح حبيبي هولادي، أراوي بحليبي. تكسها برافو برافو، تكسها فوق ظاهرة صوت متاع 20 سنة تالي، هو بيدو متاع بعد 20 سنة، دونك ما تبدل حتى شيء. ذلي كلامك اللي قلتم بكري ممكن يطلع صحيح، ها هو رأيك انت ما يدي من يقعد صحيح. عديك صاحب ويد شرفنا هوني، كلمة الختام، كلمة أخيرة، كلمة أخيرة أقول لكم يعطيكم الصح، سعيد جدا اللي رجعت الكافي فيم بعد بعد غيبة، وإن شاء الله إن شاء الله تونس يا ربي تمشي في ثنية الباهية، وإن شاء الله كل يوم جاي خير من اللي تعدى، وربي يوفق الناس الجميع. وكو كابا فان الكلمة ليك.